لمناقشة هذا الموضوع وهو فرض الميليشيات إتاوات على أصحاب المكتبات في شارع المتنبي في بغداد، ينضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان مسؤول قسم الثقافة في هيئة علماء المسلمين الأستاذ حارث الأزدي. أستاذ حارث، مرحبا بكم. بداية، قسم الإعلام في هيئة علماء المسلمين أكد أن الميليشيات تفرض إتاوات بالتعاون مع موظفين في أمانة بغداد على أصحاب المكتبات في شارع المتنبي، كيف تفسرون ذلك؟ لماذا هذا الشارع بالتحديد؟ حياكم الله وحيا الله الرافدين ومشاهديها. حقيقة يستهدفون شارع المتنبي، شارع الثقافة، لما يمثله من صورة جامعة للثقافة العراقية التي تتميز بأيقوناتها، بتشكيلاتها، باختلافاتها. كل هذه الاختلافات التي صاغها شارع المتنبي وجعلها ثقافة عامة عند العراقيين، توحد العراقيين في حتى في سنوات الشحن الطائفي، كان شارع المتنبي يمثل الواحة وسط هذا الزحام الكبير. فلذلك تستهدفها الميليشيات بهذه الخصوصية، وأيضا لخصوصيات أخرى، أنهم يستهدفون هذا الشارع لصبغ الثقافة بلون واحد، بلون السواد. يعني القسم الإعلامي قال إن الميليشيات تبتز فئة بعينها من أصحاب المحلات التجارية في شارع المتنبي، من هي هذه الفئة بالتحديد ولماذا تستهدف؟ نعم أخي الكريم، حقيقة العدو عندما يهاجمك يحاول أن يجزئ قوتك، فيحاول أن يلعب على هذه المسميات الطائفية، أو يحاول أن يلعب على هذه المسميات الثقافية، أو يحاول أن يلعب على التمايز والاختلافات. هذا الاختلاف كان منتجا، فكل المكتبات والدور الثقافة في شارع المتنبي تمثل روح الثقافة العراقية، ولذلك تجد الثقافة متميزة ما بين أقصى الشمال إلى أقصى اليمين، ما بين الشرق والغرب. تجد الثقافة الشيوعية والملحدة، وتجد الثقافة الإسلامية، وتجد حتى المدارس الأدبية، المدارس اللغوية موجودة في الثقافة. فلذلك يحاول أن يستهدف من لا يدين له بالولاء. جميع الضحايا الذين تعرضوا للتهديد والمساومة أستاذ حارث وتعرضوا للابتزاز، تؤكد هيئة علماء المسلمين أنهم لا يستطيعون اللجوء إلى الأجهزة الأمنية لطلب المساعدة، يعني ما تداعيات ذلك؟ والله يا سيدي، الضحايا الاحتلال أي هل استطاعوا أن يأخذوا حقوقهم؟ المحاكم لا تشكي من يذهب إليها، ثم بعد ذلك الميليشيات هي تأتمر، يعني هي تمشي وتسير ضمن إطار الحكومة، يعني هي تلعب بشكل متناغم ما بين الشارع وما بين المؤسسات الأمنية. فالمؤسسة الأمنية هي التي تسهل لهم هذه الجرائم، فإلى من يشتكي المواطن؟ لا يمكن أن يجد المواطن مرجعاً ينصفه من هذه الاستهدافات. طيب، إلى أي مدى يظهر استهداف أحد أبرز المعالم الثقافية في العراق، إلى أي مدى يظهر فشل الحكومات المتعاقبة في بناء دولة متحضرة رغم مرور يعني أكثر من 18 سنة على الاحتلال الأمريكي وما رافقه من شعارات رنانة؟ الفشل، أستطيع أن أقول الفشل حليفهم، ولا لمجاميعهم الميليشياوية ولا لأحزابهم السياسية في بناء دولة أو تأسيس مؤسسات تكون في خدمة المواطن. الطائفية والتقسيم والاستهداف وحتى التهجير تمثل لهم العمود الفقري، ولولا هذه الانتهاكات وديمومتها لانتهوا منذ زمن بعيد. الثقافة تعد بالنسبة لهم العدو الأساس، ولذلك يسعون إلى تجهيل المجتمع، يسعون إلى يعني تسطيحه، يعني لا يريدون لهذا المجتمع أن ينهض.
شكرا جزيلا لك أستاذ حارث الأزدي، مسؤول قسم الثقافة في هيئة علماء المسلمين، كنت معنا من العاصمة الأردنية عمان.